اللي حصلت في قضايا التمويل، فما كانتش هتفيدنا، ربما كانت تضرنا، لانها ليست معنا ولسنا نحن معها، وليس هناك توافق ما بين كلينتون ومصر. لكن تمام. انا شايف ترامب بعد ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأه والتقوا قبل ذلك مع بعض، وكان في كاريزما التقوا فيها، ان طلع من البيت الابيض وطلع من الرئاسه، ان هناك توافق ما بين الرؤى المصريه والامريكيه في المرحله القادمه بعد نجاح ترامب. واعتقد ان السياسه الامريكيه سوف تتغير في الشرق الاوسط بشكل كويس، لكن خلينا نسيب الدنيا، تمام. لان عندما تكون هناك حملات انتخابيه يقول الكثيرين ويقول المرشحين